قاتل صاحب كذلك لتفسير العديد من التهمات مالكية جيش مؤسسات أمنية القضاء مارست دور رقابة على الصورة الأخرى بوسائل قديمة الصحافة مؤتية ومتأتية ولا يمكن أن تكون هذه الصحافة قوية إلا إذا كان الفاعل السياسي ينتج شيء يمكن أن يكون مغريا ويخلق دينامية سياسية مثيرة وجذابة بعد خروج عن الولايات الديمقراطية سنة 2002 خفت التعبير العام وبالتالي بدأت الصحافة تعرف نوع من الضرورة هي كذلك قوة هذه الصحافة للمواكبة تتعرض للتفسير في كل مرة عن طريق حوادث سيارة عن طريق المنع وعن طريق السجن وعن طريق التصوير أكثر من هذا أنه في الوقت الذي كانت تتقلص فيه مداخل الصحافة